أما بالنسبة إلى وقوف من يصلي على كرسي في الصف، ليعلم أن الكرسي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم أنه جلس على كرسي يعلم أبا رافع الدين، فجلس صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وعلي بن أبي طالب كما عند أبي داود جلس على كرسي وهو يتوضأ.